وهي مشهورة جدا أيها الإخوة الكرام لطلب الغنى وجلب الغنى، فإنك إن قرأت سورة القدر فإنها تجلب لك الغنى، وخصوصا إذا قرأتها ليلة القدر فإنها تجلب لك الغنى من كل مكان وتفتح لك الأبواب المغلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المأوريق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا في الله متابعينا الكرام. موضوع درسنا اليوم أيها الإخوة الكرام، كما وعدتكم في الحلقة السابقة، نستمر في شرح فوائد ليلة القدر، سورة القدر عفوا أيها الإخوة الكرام، وتفاصيلها وتجلياتها في ليلة القدر المباركة، وما لها من الأسرار والكرامات والبركات وإجابات الدعوات، وهي مشهورة جدا أيها الإخوة الكرام لطلب الغنى وجلب الغنى، فإنك إن قرأت سورة القدر فإنها تجلب لك الغنى، وخصوصا إذا قرأتها ليلة القدر فإنها تجلب لك الغنى من كل مكان وتفتح لك الأبواب المغلقة. وإذا كنت تشعر نفسك تجري ضد التيار ولا بركة في رزقك، وعندك تابعة أو عوارض أو مشاكل في الرزق وفي العمل وفي الزبائن وفي التجارة، فعليكم بسورة القدر الشريفة، وخصوصا ليلة القدر فإن لها تجليات خاصة في هذه الليلة المباركة. وسنضع لكم إن شاء الله تعالى دعوة خاصة بسورة القدر الشريفة، وهي مشهورة جدا عن العلماء العارفين بالله، وهي لا يمر عليك العام ولا يمر عليك إلا وقت خالي، وترى الدنيا تفتح في وجهك ويجري طاووس حياتك كما تريد وترضى، ويعطيك الله سبحانه وتعالى من الخيرات والنعم والبركات والأرزاق الواسعة ما يطمئن به قلبك. وإن إذا كان عندك دين وكنت مديون ولا تستطيع سداد الديون، أو كنت تعاني من الفقر وصعوبة في الحياة ومشاكل مادية وتوقف حال، أو عندك شركة متوقفة أو محل تجارة كاسدة والعياذ بالله، فعليكم أيها الإخوة الكرام بهذه الدعوة المباركة وبهذه الصورة الجليلة، فإنها فيها السر بإذن الله تعالى لفتح الأبواب، وهي تغنيك عن سائر الأدعية وسائر التصريفات، ففيها كل ما تريده إن شاء الله تعالى. وتقرأها ليلة القدر بهذه الكيفية التي سأضعها لكم إن شاء الله تعالى، وهي نافعة في كل الأوقات، لكن في ليلة القدر خصوصا فإنها مجربة جدا جدا جدا، اسأل الله سبحانه وتعالى بها، وهي بسيطة جدا أيها الإخوة الكرام، لا تأخذ منكم الوقت الكثير. وكيفيتها أن تقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، تقرأ سورة القدر واحد وأربعين مرة ليلة القدر، ثم تقول هذا الدعاء الشريف، وهي أيها الإخوة الكرام تنفع لكل حاجة وخصوصا في جلب الرزق. ولك إذا كان لك حاجة تريد طلبها من الله سبحانه وتعالى فقرأها بهذه الطريقة، واسأل الله سبحانه وتعالى تلك الحاجة التي تريدها، أو تفريج هم أو غم أو طلب بيت أو طلب عمل أو ترقية أو منصب من المناصب التي تريدها، اسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة بهذه الصورة فإنك تجاب قطعا بإذن الله تعالى ويحصل لك المراد. لما تقرأ سورة القدر 41 مرة تقرأ بعدها هذا الدعاء، وكذلك هذا الدعاء تقرأه 41 مرة، وهو اللهم يا من يكتفي
عن خلقه جميعا ولا يكتفي عند أحد من خلقه. يا أحد، يا من لا أحد له، انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، أغثني وتكرر أغثني 7 مرات، فإن حاجتك تقضى بإذن الله تعالى، وذلك مجرد مرار. وهذا الدعاء القصير تكرره 41 مرة. اللهم يا من يكتفي عن خلقه جميعا ولا يكتفي عند أحد من خلقه، يا أحد، يا من لا أحد له، انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الأمال إلا فيك. يا غياث المستغيثين أغثني. وهذا الدعاء أيها الإخوة الكرام هو لمن تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى بالتوحيد، فإنك لا تلجأ إلى أحد من خلقه بعد هذا الدعاء أبدا، وهو يغنيك عن سائر الأدعية بإذن الله تعالى. فاستعملوها في ليلة القدر، فإنها غاية في ذلك بإذن الله تعالى، وهي مجربة جدا 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 أيها الإخوة الكرام. فاطلبوا بها الشفاء، واطلبوا بها قضاء الحوائج، واطلبوا بها إذا كنت تريد بيتا أو كنت تريد عملا أو منصبا أو أولاد أو إنجاب، أو كنت تريد نجاحا في الامتحانات، أو كنت تريد توفيقا في الحياة، أو كنت تريد شيئا من الأشياء الصعبة المنال التي عجزت عنها بجميع الطرق والوسائل، فلك أن تقرأ هذه الدعوة المباركة وهذه الصورة في هذه الليلة بهذا العدد، ففيه السر أيها الإخوة الكرام. ولا يغرنكم قول قائل بأن الأعداد فيها البدعة وغيرها، فأولئك ليس لهم ذوق وليس لهم علم وليس لهم معرفة بأسرار الله تعالى. فخذوا العلم من أهل البيت، وخذوا العلم من عند أولياء الله الصالحين ومن عند العارفين بالله، فإن لهم في ذلك مكاشفات وأسرار وأنوار وتجليات وتجارب قوية وفتوحات ربانية. وضعوا هذه الفوائد ليستفيد منها الخاص والعام من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، للشفاء وتفريج الكروب وقضاء الحوائج وطلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى، لا من أحد من خلقه. فالخاصية في الأسماء أيها الإخوة الكرام، والخاصية في الآيات، والخاصية موجودة في سور القرآن الكريم، والسر في الأعداد، والسر في الأعداد، وللأعداد تجليات خاصة أيها الإخوة الكرام، وهي مذكورة في القرآن وفي السنة. وهذه الأعداد جاءت مترتبة لها تجليات ولها تصريفات ولها خواص، لكل أعداد، لكل عدد من الأعداد له سره وله أصله، فعليكم بهذه الأعداد أيها الإخوة الكرام. أما هذه الطريقة فلا تتعدى 41 مرة في ليلة القدر المباركة. ويجوز لك أن تقرأ الفاتحة مرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تستطيع قبل العمل، وتختم بها بعد الدعاء، تقول بعد انتهائك من هذا العمل وانتهائك من عدد من الدعاء تطلب ما تشاء من أمورك، ثم تختم بالفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم استجب لي بحقي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر السورة الشريفة، ثم تدعو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تستطيع مرة أو أكثر، فلك ما تشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.